نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا من الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة القدس العربي التي نطالع منها. أردني يطلق زوجته بسبب سناب شات. توجه رجل أردني مع زوجته لتناول العشاء في أحد المطاعم وكان مزدحما واضطر للانتظار طويلا، وبعد إحضار الطعام بدأ بتناوله لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات عبر سناب شات. وكان الزوج كلما أراد تناول الطعام تمنعه زوجته بحجة أنها لم تنتهي من التصوير بعد، فقام بمنعها من التصوير ودخلا في نقاش حاد، وتطور الأمر بعد ذلك للقيام بتطليقها على الفور. مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها في أخبار التكنولوجيا. أبل تستعد للكشف عن مساعد شخصي جديد للعمل داخل المنزل. كشف المحلل الشهير مينغ شي كو أن شركة أبل تستعد لأول مرة لإنتاج جهاز جديد عبارة عن مساعد شخصي صوتي منافس لجهاز أمازون إيكو مدعوما بتقنية الذكاء الاصطناعي. وصحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: ملياردير يتبرع بمعظم ثروته لتنظيف المحيطات. قال مستثمر نرويجي إنه يعتزم التبرع بمبالغ كبيرة من ثروته التي تقدر بملياري دولار لأغراض أولها بناء وتشغيل سفينة لتفقد أحوال المحيطات وتنظيفها. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية: واكتشاف ثوري يساعد في القضاء على أثار التدخين. توصل باحثون إلى تحديد الطريقة التي يؤثر بها التدخين على إحدى الجينات المسؤولة عن حماية الشرايين من التصلب الذي يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية، وهو ما يتيح التوصل إلى علاجات جديدة.